هذه المبادره ديال صاحب جلاله ما هي الا تكريس للدور المهم اللي كيمثلو صاحب جلاله كرئيس للجنه القدس والعنايه الساميه ديالو اللي كيوليها للشعب الفلسطيني، وهذا معروف منذ سنوات، وخاصه اليوم في هذه الظرفيه اللي هي جد صعبه اللي كنتمنوا انها توقف هذه الحرب ويحل السلام. اليوم هذه المبادره ما هي الا تكريس ديال الدور اللي كتلعبوا المملكة المغربية في مساندة الشعوب الإسلامية والشعب الفلسطيني خاصة في جميع المحن ديالو، وما هي إلا ترسيخ الكرم والجود ديال الشعب المغربي والتضامن ديالو مع الإخوان ديالهم في المناطق المحتلة. أولا هذا ليس بغريب على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فهو يحمل على أكتافه صفة أمير المؤمنين وكذلك رئيس لجنة بيت المال القدس. حاجة ثانية، فالملك محمد السادس نصره الله فهو ملك مواطن، وهو واحد من المغاربة اللي هذه عاداتهم وهذه تربيتهم وهذه أخلاقهم. وكذلك اليوم يعني الشعب المغربي أنه قام مجموعة من المبادرات يعني من أجل التضامن مع هذا الشعب، وخير دليل يعني المبادرة ديال جلالة الملك يعني تتشمل كل المبادرات الإنسانية ديال المواطنات والمواطنين المغاربة، وكذلك يعني القضية الفلسطينية يعني حاضرة في السياسة الخارجية ديال المغرب، مجموعة من القضايا يعني مجموعة من البلاغات اللي صدرتها يعني كما تنقولوا وزارة الخارجية المغربية. واليوم يعني تزيد يأكد يعني جلالة الملك يعني هاد كما تنقولوا هاد الغيرة على هاد الشعب الفلسطيني. تخفيف في الظروف ديال رمضان بعد الهجمات الشرسة التي تعرضوا لها والتي أدانتها المملكة الشريفة منذ يومها الأول، وليس هذا غريب عن بلدنا هذا، بلد الكرماء، بلد الشرفاء الذي يترأس فيه صاحب جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس وبيت المال القدس، وهذا لجنة القدس التي تقوم فعليا وليس قوليا وفي الميدان بتقديم كل أشكال الدعم والإعانات لإخواننا في فلسطين المحتلة، وليس بالشعارات الرنانة، خصوصا وأن المملكة الشريفة ترفض رفضا باتا العقاب الجماعي لأهلنا في فلسطين، وهذا أيضا ليس غريبا على المغاربة الذين ناصروا، هم أحفاد هؤلاء هم أحفاد المغاربة الذين ناصروا صلاح الدين الأيوبي ولهم حي باسمهم في فلسطين المحتلة، فهذا ليس غريبا على عن بلدنا، والحمد لله نحن ننصرهم في وقت الظروف السهلة والظروف اللي ما تتكونش فيها مشاكل، فبالأحرى أن تكونوا يكونون في ضيق، فالمغاربة هم السباقون دائما والحمد لله.